السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة. تحياتي لكم جميعا، وأشكركم على التفاعل المستمر، وأشكر الجميع على التعليقات المثمرة المحترمة الراقية التي أراها منكم جميعا. قبل أن نبدأ الفيديو، بدي أوصل هذا الفيديو ل 200 ألف لايك، فالناس اللي ما اشتركت تشترك، والناس اللي اشتركت تشترك مرة ثانية، واللي ما فعل الجرس يفعل الجرس، واللي ما عمل لايك اعمل لايك، انزل اعمل لايك، ما راح تخسر شيء، راح نرجع لك مصرياتك بالآخر. بس هذه يعني مقدمة مستعارة قليلا من صديقي الحبيب أحمد بساد، تحياتنا له جميعا بالنيابة عنكم. يعني أنا أشكره على الأسلوب الجميل الذي يقدم به مواضيع اجتماعية يعني تستحق الوقوف عندها. 200 ألف لايك تحت، أوكي ماشي. طيب اليوم راح أتكلم أنا. طبعا كثير من جماعة الأرض المسطحة هم صغار بالعمر، يعني مرت عليهم، لم تمر عليهم مراحل كثيرة من حياتهم كانت فيها عملية الاتصالات صعبة، وعملية الاتصالات معقدة وتحتاج إلى تكلف كبير حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بها، وخصوصا أشياء مثل مشاهدة مثلا أشياء بسيطة جدا. كأس العالم، كأس العالم بحد ذاته كان عبارة عن حدث مهم جدا، كان يحدث مش في الريل تايم. يعني كيف يحدث هذا الشيء؟ يعني هم والله كانت تحدث المباراة مثلا في تشيلي للفريق الإنجليزي، تصلهم المباراة بعد 4 أيام طبعا شيء، أو في الأرجنتين مثلا تصلهم بعد فترة، طبعا شيء مش مش جميل. وفكرة أصلا أنه عدم وجود هذا البث الحي ومباشر، لماذا طلعت كلمة بث حي ومباشر؟ لأنه كان يحدث متزامنا مع بث مع حدوث المباراة، فصار في نوع من الحماسة. لكن في سنة 1966 بالتحديد كانت لأول مرة في العالم يتم إذاعة كأس العالم على مستوى العالم لكل يعني للدول التي تستطيع أن تستقبل هذا الشيء عن طريق الأقمار الصناعية. طبعا هذا الرقم، هذا حدث تاريخي يعني ممكن أي إنسان أن يعود إليه، لكن وجود هذا الشيء أو حدوث هذا الشيء بحد ذاته هو كان يعني قفزة تكنولوجية كبيرة جدا عن سابقاتها، حيث لم يكن هناك كأس عالم. طبعا هناك من يقول والله هناك كابلات بحرية. طب لو كان في كابلات بحرية، طبعا الكابلات البحرية الكوأكسيال وال الكوبر واير اللي هو أسلاك النحاسية القديمة، لم تكن تستطيع أن تتحمل هذا يعني البث المباشر مثلا للتلفزيون عبر المحيطات. طبعا بإمكان أي إنسان أن يرجع أيضا ويحاول يعرف لماذا والله ما دام إنه في كابلات هذه القديمة السلك الأسلاك، يعني هي الأسلاك، لماذا لم تستطع أن تتحمل، لم تكن تتحمل ولم يكن لها عندها القدرة مع أنها موجودة. فحدث فيما بعد أن صار هناك ما يسمى بالألياف الضوئية. الألياف الضوئية هذه تسمح بيعني إيصال البث إلى مسافات بعيدة عبر المحيطات، لكن المشكلة فيها أن الألياف الضوئية هذه تم اختراعها في نهاية السبعينات، يعني اكتشفت أو اخترعت في نهاية السبعينات. طبعا أنا تكلمت عن الألياف الضوئية في الماضي وقلت كيف لها أنها تتعرض من داخلها إلى انعكاس كامل للضوء، لهذا السبب لا يخرج منها الضوء مثلا، وأن هذا السبب الأسباب الأساسية التي تعني عدم وجود قبة خرافية فوقنا، لأنه لو كان هناك سيأتي لحظة والشمس تطفئ من السماء. حلوة هاي صح؟ مؤثرات صوتية. في صديقنا رامي البيك يعني هو خبير في هذه المؤثرات الرائعة، فتجده يعلم أشياء جميلة هيك، لكن أنا عم بصور من السيارة. طبعا بعد ما شفت تصوير بالسيارة لقنوات أخرى خصوصا من المسطحين، ما حدا يحكي لي ليش بتصور بالسيارة، يعني أقعد في مكتب ولا أقعد في مش عارف شو. أنا ما عندي وقت أقعد في المكتب وأقعد أصور، وإذا كان في عندي وقت بكون محدود وأحيانا بصور فيه. على العموم نعود إلى قضية الأقمار الصناعية. ففي عام 1966 تم أول بث تلفزيوني لكأس العالم. لم يكن هو أول بث تلفزيوني عبر المحيطات وعبر القارات، أول ذلك حدث قبلها بعدة سنوات في قمر لشركة AT&T من تصميم بيل لابس. كان هذا القمر وضع في مدار إهليجي، كان عبارة عن تجربة في بداية الستينات، وكان أول بث حي مباشر لمباراة من أمريكا، كانت مباراة بيسبول، وخطاب للرئيس الأمريكي في وقتها. طبعا كان يعد شيء مذهل أنه تم هذا الشيء عبر الأطلسي
باستخدام هذا القمر الصناعي، ولم يكن حتى قمر صناعي في مدار ثابت، كان هو مدار هليجي. وللعلم هذا المدار، هذا القمر لا يزال موجود حاليا، هو غير فعال لا يعمل، تم يعني تلف بسبب الأحوال الفضائية الصعبة، إضافة إلى أوبريشن فيشبول التي قام الأمريكان فيها بتفجير قنابل نووية في مناطق مرتفعة، فتلف هذا القمر الصناعي. لكن فيما بعد هناك أقمار صناعية في مدارات متزامنة تقوم بهذا العمل، من ضمنها البث التلفزيوني والاتصالات. طبعا عندما نعود ونقول، يقول لك شخص والله كان هناك بث عن طريق انعكاس في الأيونوسفير، تكلمت أنا أيضا عن الانعكاسات في الأيونوسفير وقلت بالتحديد أن هذا يحدث في بعض الموجات فقط ما دون البث التلفزيوني. البث التلفزيوني يتم في الـ UHF والـ VHF، والبث الفضائي يحدث في ترددات الميكروويف وما أعلى من ذلك، ترددات عالية جدا. هذه الترددات لا تنعكس من طبقات الجو العليا، ولا يمكن أبدا، يعني ممكن تجربها أنت والله إذا ممكن تنعكس، يعني حاول والله وستحصل بالفعل على الدعم المالي العظيم جدا من كل شركات الاتصالات في العالم إذا استطعت أن تفعل هذا الشيء. لماذا؟ لأنه سيوفر عليهم أقمار صناعية وسيوفر عليهم أشياء أخرى. فنحن نعرف طبعا الناس الذين عاصروا فترة الثمانينات، يعني اذهب واسأل أبوك مثلا، أو اذهب اسأل عمك أو خالك، أو الناس الذين عايشوا فترة الثمانينات، سيقول لك أن والله كان التلفزيون عندنا محطة أو محطتين، ولم يكن باستطاعة أو ثلاثة يا سيدي أو أربعة حسب المكان اللي أنت فيه، لكن كان عدد محدود جدا، صغير جدا، لم يكن مئات القنوات، لم يكن آلاف القنوات. لماذا كان عدد محدود وصغير جدا؟ السبب بكل بساطة أن بث هذا الـ UHF والـ VHF الذي كانت تبث عليه محطات التلفزيون بشكل عام هو يصل فقط إلى حدود البصر، فلهذا السبب كانوا يضعوا أنتنات عملاقة طويلة جدا حتى يغطي أكبر منطقة ممكنة، ثم يعيدون ويضعوا عدة أنتنات أخرى في بعض المناطق الأخرى ويضعوا الترددات الخاصة فيها أيضا. يعني مثلا في الأردن ستجدهم يضعوا عدة أنتنات على جبل القلعة مثلا في إحدى المناطق عمان، حتى يغطي منطقة عمان مثلا أو يغطي بعض المناطق من عمان لأنها أيضا جبلية، وبالتالي المناطق التي تقع خلف الجبل لا يصلها الإرسال وتحتاج إلى تضع أنتين فوق مبنى الذي تسكن فيه حتى يلتقط لك المحطات التلفزيونية. وفي الخليج نفس الشيء، وفي السعودية نفس الشيء، وفي كل مكان تجد مثلا البث التلفزيوني في أبها مختلف عن البث التلفزيوني في تبوك، مختلف عن البث التلفزيوني في جدة، مختلف عن البث التلفزيوني في الخبر، كل واحدة منها حتى الترددات التي يتم البث عليها كانت مختلفة لنفس التلفزيون المحلي الوطني. وطبعا كان العالم مغلق، كان العالم عبارة يعني هذا التلفزيون كان لهذا السبب كان عالم مغلق، يتم التحكم في الرسائل التي تصل مثلا من الحكومة إلى الشعوب في تلك المناطق. لم يكن هناك مشكلة المحطات الفضائية، يقال عنها محطات فضائية لأنها يتم البث فيها من أقمار صناعية عادة. على العموم الذين عايشوا فترة الثمانينات يتذكرون هذه الأيام، ويتذكرون أن هناك أيضا كان هناك بعض مثلا الأثرياء كان يحظون ببعض القدرات المالية العظيمة التي كانت تسمح لهم بوضع أقمار لاقطة أو صحون لاقطة كانت بحجم كبير جدا، 3 متر كان حجم الصحن اللاقط، وأحيانا أكبر 8 متر كان فيه. وكان فهذا الشخص الثاني مثلا الذي كان يضع هذا القمر الصناعي كان يتسنى له الحصول على البث الفضائي بدون الحاجة إلى الحكومة. لكن مثلا الدول الفقيرة كانت، أو الدول مش الفقيرة، الدول الناس العادية كانت تعتمد على الدولة. مثلا كانت في الكويت محطة أم العيش للأقمار الصناعية، هذه عبارة عن أقمار لاقطة كبيرة جدا كانت تتعامل مع الأقمار الصناعية حتى تستطيع تتسنى لها الحصول على البث المباشر لمثلا مباريات كأس العالم، للأحداث المهمة. وكذلك هناك مثلا في الأردن محطة البقعة لاستقبال البث الفضائي وغيرها. طبعا هذه انتشرت في معظم الدول العربية، وكان السبب والأهم الأساسي فيها هو القدرة على التكلم مع هذه الأقمار الصناعية. فعندما يأتي شخص ويقول لا يوجد أقمار صناعية، هذا إنسان يخرف. لماذا يخرف؟ لأننا عندما تقول والله يعني كيف تصلنا هذه، يقول والله هناك بث. طب يا أخي البث هذا مدام أنه كان موجود، لماذا تغير؟ لماذا فجأة صار موجود لدينا ولم يكن موجود لدينا؟ ما الذي حدث في التاريخ فجأة صار في فوقنا قبة وصار البث يصلنا من أماكن بعيدة؟ هذا كلام يعني خرافي وكلام أطفال لم يعاصروا
مرحلة التكنولوجيا وتغير الاتصالات من الاتصالات المحدودة بالمجال المرئي والقريب إلى الاتصالات البعيدة. طيب سيقول لك والله هناك موجات بعيدة Earth Wave توصل مسافات بعيدة جدا اللي هي يسمى Long Wave اللي هي الموجات الطويلة. هذه الموجات الطويلة تبقى تمشي مع انحناء الأرض, تمشي معها إلى مسافات بعيدة جدا, وحتى تخترق تحت المحيط أحيانا وتستعمل لاتصالات مثلا اتصالات مع الغواصات وما إلى ذلك. لكن المشكلة فيها أنها لا تستطيع أن تتحمل معلومات كثيرة, فهي ترددات منخفضة جدا. هاي الترددات المنخفضة كلما انخفض التردد كلما قل كمية المعلومات التي يمكن تحميلها على هذه الموجة, وأصبحت تتعرض للتشويش بشكل أكبر, لأنه لما يكون تردد منخفض مثلا أصغر موتور كهربائي يصدر ترددات بنفس المجال بنفس المستوى, فيصبح التشويش عليها كبير جدا, بالإضافة إلى التشويش القادم من الفضاء ومن الشمس ومن المشتري. هناك تشويش كبير يأتينا من المشتري, وهذا التشويش يسبب أن هذه الموجات الطويلة لا تصلح لكثير من الأشياء. فقط قدرة الإنسان على تمييز الصوت هي التي تسمح له أن نستعمل هذه الموجات الطويلة, بس تسمى طويلة الموجة, حتى نستعملها لبعض الاستخدامات البسيطة جدا, لكن لا نستطيع أن نحمل عليها ديتا. لا تستطيع أن تحمل. هل تذكرون المودم؟ الناس الكبار في العمر يذكرون أنها كان هناك شغلة تسمى مودم, موديوليتر دي موديوليتر. الموديوليتر والدي موديوليتر كان يعمل في مجال عدة كيلو هرتزات من الصوت على محملة على خط التليفون. بالكاد تستطيع أن تحصل على معلومات قليلة, فما بالك في موجات منخفضة التردد تحاول أن تبعث عليها فيديو. تخيل في بداية الإنترنت عندما كنت تتصل بالدايل أب تحاول أن تحمل فيديو. طبعا كان الناس يعرفون أن تريد تحاول صورتين ثلاثة بعالية الجودة, كانت تأخذ منك كل السرعة الخاصة فيك إلى عدة ساعات. يعني تحصل صورة مثلا بخمسة ميجا مثلا, أو من الصور العالية الهاي ديفينيشن, صورة واحدة كانت تأخذ منك طبعا فيلم أو فيديو بواحد جيجا أو اثنين جيجا. انسى طبعا, ستحتاج أسابيع وأنت تعمل داونلود على 2400 بيتس بير سكند, يعني شيء مستحيل. لهذا السبب الموجات المنخفضة هذه لا تصلح لنقل الفيديو, لا تصلح لنقل المعلومات, لا تصلح حتى لنقل الصوت. يعني حتى الصوت يتعذر فيها إلا في حالة الأنالوج, يعني وينبغي أن تكون الحزمة كاملة مخصصة لشيء واحد فقط حتى تستطيع أن تستعملها. كلام خرافي, يعني قضية أن اللونج ويف تستطيع, مستحيل. الموجات التي تستطيع أن تحمل البث التلفزيوني محدودة في الـ UHF والـ VHF, هذا البث العادي الذي تستقبله أنت في التلفزيون الخاص فيك, والآن مع البث الديجيتال أيضا هذه في طريقها الاختفاء, سيتم تقليل هذه الموجات وإعادة هذا الطيف إلى الناس. الله أعلم ماذا سيفعلون به, سأحاول أن أعرف. لكن فيما بعد صار هناك البث الفضائي, والبث الفضائي يعمل في الجيجا هرتز والعشرات الجيجا هرتز أحيانا بالكيو باند والإس باند والإكس باند وهذه الباندز العظيمة. وطبعا هذه كلياتها تم أصلا إنشائها أو تدشينها واستعمالها في البداية من قبل عدوكم اللدود ناسا, صدقوا ألا تصدقوا. المهم على فكرة بالتعاون مع بيل لابز وهيوز لابز كمان في إلهم تعاون مشترك لكن ناسا. المهم فطبعا هذه المعلومات البسيطة التي تثبت لك أخي العاقل أن الأقمار الصناعية موجودة وهي تدور حول الأرض, ونحن نستعملها في الاتصالات والبث التلفزيوني بشكل يومي, بالإضافة إلى الاستعمالات الأخرى للاستشعار عن بعد وطقس وأشياء كثيرة جدا, مراقبة الشمس, مراقبة الماجنيتوسفير, كل الأشياء الخاصة بالأقمار الصناعية المهمة جدا, بالإضافة إلى الاستخبارات والأشياء مثل التصوير مثلا. كل هذه الأشياء تعتمد, والجي بي اس, ملايين الاستخدامات لي, أو بلاش نحكي ملايين, الكثير من الاستعمالات للأقمار الصناعية. الألياف الضوئية لم تكن موجودة حتى الثمانينات, يعني بشكل تجاري أو بشكل يسمح لاستعمالها عبر المحيطات لم تكن موجودة حتى الثمانينات. وبالتالي من يقول والله هناك كابلات بحرية تبعث لنا الإنترنت, نعم هناك كابلات بحرية تبعث لنا الإنترنت. هذه الكابلات البحرية التي تستخدم الإنترنت لم تدخل حيز الوجود حتى التسعينات. يعني الثمانينات كانت فقط للاتصالات والبث, بعض الأنواع الاتصالات التلفزيونية وما إلى ذلك. وفي التسعينات
في نهاية التسعينات بدأت تتحول من البث الفضائي للإنترنت إلى البث عن طريق الألياف الضوئية، وهذه الألياف الضوئية طبعا وفرت الكثير لأنها تكلفتها قليلة جدا وصيانتها قليلة جدا، وفقط في حالة أن يصدمها شخص أو شيء أو يقطعها حتى تنفصل. لكن ما يحدث عند تنفصل أن هناك أشياء أخرى تحدث، موضوع تاني، لكن هي موجودة ولا أحد ينكرها، لكن لم تكن موجودة على طول الزمن. قبل ذلك كان هناك اتصالات عن طريق الإنترنت، عن طريق الأقمار الصناعية، وكانت هي السائدة بشكل عام حتى نهاية الثمانينات، حتى بدأت الكابلات البحرية بالوجود وتخفضت تكلفة الاتصالات. لهذا كانت تكلفة الاتصالات عالية جدا، لأن تكلفة القمر الصناعي كانت عالية جدا ومعدل تلفها عالي وكثير من الأشياء. أعتقد أننا هذا الموضوع، أنا أتمنى أن يعني أي شخص يأتي ويقول والله الأقمار، ثم يأتي شخص كيف القمر الصناعي يبقى فيه والأرض تدور ومش عارف شو، هذه قصة أخرى. هناك أمور كثيرة تحدث، نحن لا قد لا نفهم طريقة حدوثها، لكنها تحدث ونحن نستطيع أن نرى مشاهدة حقيقية لها. إذا أنت لم تستوعب كيف تحدث، ما لا بأس، ما في أي مشكلة. أنا قد لا أفهم كيف يرط الإلكترون عبر الحاجز مثلا بين منطقتين فيهم فرق جهد عالي، لا أعرف، وقد لا يعرف كثيرون، لكن بالكوانتوم ميكانيكس هذا الشيء يحدث، وليس فقط بالكوانتوم ميكانيكس، بالتجربة العملية هذا الشيء يحدث. ومعنى هذا أن الإلكترون يمر في عبر مادة صلبة، كيف يحدث؟ الله أعلم، لا نعلم، قد لا نعلم بالتفاصيل، ولكنه يحدث ويمكن أن نبني عليه. والقمر الصناعي إذا كنت لا تستوعب كيف يعمل وكيف وضع في المدار، ليست مشكلة، المهم أنه موجود، والمهم أنه يعمل، والمهم أنه يثبت العديد من الأشياء، من ضمنها كروية الأرض أنه لأنه يدور حولها، الجاذبية لأنه يتأثر بها، وأشياء كثيرة أخرى. أهمها أن المسطحين الذين يقولون أنه لا يوجد أقمار صناعية كذابين، فالذي يكذب عليك في الصغيرة يكذب عليك في الكبيرة، والذي كذب عليك في الأقمار الصناعية كذب عليك في شكل الأرض. حتى لو قال تعالى وقال سيدنا ومش عارف مين، هذه الخرافات التي ليست خرافات، هذه البطانة الدينية يضعها حول أو الخرافة حتى يستغل السذج والناس المؤمنين ويضحك عليهم ويقول لهم أن الأرض مسطحة. من يكذب عليك بالصغيرة يكذب عليك بالكبيرة، وهؤلاء كذابين بالدليل الواضح. تحياتي لكم جميعا، أراكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.